بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفوا الدرس الثاني تاعنا هو على التفكيك. التفكيك يعني كيف نديروا التفكيك تاع الضلتين. يعني درك حنا عندنا زوز بايت كما قلنا في التركيب، ها عندنا زوز بايت، باطا داخل باطا راح يخرجوا. درك حنخرج الباطا ديال الداخل، نوضح هاد الباطا اللي كانت الداخل وهاد الباطا اللي كانت البرج. حنا قلنا التفكيك اذا اعيد، عندنا زوز بايت بطريقه كيما هم، كاين باطا صغيرة وكاين باطا كبيرة، باطا داخل باطا. ها كيقول لك انا فكك، واش معناه؟ انه تحكم الدالة هذه او الباطا هذه، تخرجها العلبة هذه، تخرجها من العلبة الكبيرة وتوضح لي وراحت العلبة الصغيرة وراحت العلبة الكبيرة. تمام. اذا التفكيك، حنا كيما نديرو على التفكيك، اول حاجة لابد اني نفهم الدوال المرجعي. نعاود نرجعو شوية سنة في الثانوي ونذكرو به الدوال المرجعي. عزيزي الطالب، اذا كان ماكش فاهم الدوال المرجعية راك ماكش حتفهم عليه التفكيك. شنو فهمو التفكيك؟ نرجعوا الى درس تاع الدوال المرجعي. الدوال المرجعي، ايوا في الدوال المرجعيه واش تعلمنا؟ تعلمنا حوايج في الدوال المرجعيه. تعلمنا حاجه واش هي؟ تعلمنا بلي الداله المرجعيه في سنه اولى ثانوي، كل داله مرجعيه معها في اتجاه التغير تاعها. من داله ماذا؟ من داله اكس مربع. انتبه مليح، من داله اكس مربع داله مرجعيه مجموعه التاريخ تاعها هذا، هذه دالة إكس مربع، الضياف تاعها هنا أف، الضياف تاعها واش هي؟ هي أر، علاش؟ لأنها دالة كثيرة حلول. من بعد رحنا لماذا؟ رحنا إلى دالة المقلوب، فعلا هي دالة فردية تناظر بالنسبة للمبدأ، ها؟ هذه دالة مثلا أف، إكس ترفق واحد على إكس، الضياف تاعها واش هي؟ هي أر نجم، يعني أر مع دا الصفر، هذه دالة مرجعية. من بعد رحنا الدالة المرجعية وحدة أخرى هي دالة جذر إكس، هذه دالة حتى هي المرجعية، إكس ترفق بجذر إكس، مجموعة التاريخ تاعها الضياف تاعها واش هي؟ هي أر بليس، يعني من صفر، من صفر إلى غاية أر بليس، يعني من صفر مفتوح إلى غاية، عفوا من صفر مغلوق إلى غاية زد من ذلك. هذه دالة ماذا؟ دالة جذر إكس. بعد شفنا دالة القيمة المطلقة لإكس، الرسم تاعها يجي على شكل حرف في، ها إكس ترفق القيمة المطلقة لإكس، مجموعة التاريخ تاعها واش هي؟ هي آر. تمام. بعد شفنا دالة الإكس مكعب، دالة ماذا؟ الإكس مكعب، دالة مرجعية فردية حتى هي، تناظر بالنسبة لواش؟ تناظر بالنسبة للمبدأ. إكس مكعب، مجموعة التاريخ تاعها حتى هي هي ار كذا حدود. اذا الدوال المرجعيه اللي شفناها في سنه اولى ثانوي، ها كان الدوال المرجعيه ثاني دات الكوسينوس وسينوس حتى هما عارفين على ار. الدوال المرجعيه شفنا في سنه اولى ثانوي تكلم عليهم، وتكلمنا كذلك في الثلاثي الاول في الدوزيام اني تكلمنا على اتجاه تاع الداله. واش معنى اتجاه تاع الداله؟ يعني متى تكون الداله ها واش بها؟ متناقصه. ومتى تكون الداله واش بها؟ متزايده. حنا باش نفهمو مليح كلمة متناقصة متزايدة، يعني وقتها يكون البيان في الهبطة وقتها يكون في الطلعة، يعني نزول صعود. لاحظ دال إكس مربع، دال دال إكس مربع، الدالة جزء، كاين جزء تكون فيه الدالة متناقصة اللي هو جزء واحد من ناقص من النهاية اللي هو الصفر، من ناقص من النهاية حتى الصفر، الدالة واش بها؟ إكس مربع متناقصة، وجزء من الصفر زائد من النهاية واش بيه؟ واش بيه؟ متزايدة. إذا من ناقص من الصفر متناقصة، ومن الصفر زائد من النهاية متزايدة. نفس الشيء بالنسبة لدالة القيمة المطلقة لإكس، من ناقص من النهاية متناقصة، ومن صفر زائد من النهاية واش بها؟ متزايدة. تمام. أما دالة المقلوب ودالة جذر إكس ودالة المكعب فهي رتيبة، واش معناها؟ يا يعني إما متناقصة تماما أو متزايدة تماما. لاحظوا دالة المقلوب واش بها؟ من ناقص من النهاية حتى صفر متناقصة، بيان قام رصاص راه في الحذرة نزول، ومن صفر زائد من النهاية كذلك قام رصاص نزول. إذا ما معنى متزايدة؟ قام رصاص صعود. ما معنى متناقصة؟ قلب رصاص نزول. كيف كيف؟ جذر إكس هنا رسم كيجي رسم قلب رصاص صعود، إذا الدالة هذه شبه متزايدة على مجموعة التاريخ. تمام. دالة إكس مكعب متزايدة على مجموعة التاريخ، إذا قلب رصاص راه غادي يطلع، ها؟ إذا فهي متزايدة، متزايدة تمام. إذا هذا هو الدوال المرجعية. كيقول لي الدالة المرجعية، كيقول لي الدالة المرجعية إكس مربع واش نقصد؟ كيقول لي الدالة المرجعية المقلوب ها واش نقصد؟ الدالة المرجعية جذر إكس ها واش نقصد؟ لازم نفهم الرسم تاعها، الاتجاه التغير تاعها، كلشي. الدالة المرجعية القيمة المطلقة لـ إكس ها واش نقصد؟ الدالة المرجعية إكس مكعب ها واش نقصد؟ باهي. كي نفهموا هذا، نجمو
عملية التفكيك. نفهم عملية التفكيك. تبع معايا مليح عزيزي باب، كيف نطبق قاعدة التفكيك. والتفكيك الأولاد باش نزيد نفهمو مليح خوتي الطلبة، راه ماهوش نهز القلم ونبدا نفكك، قال دير التفكيك وخلاص وشكون هاي رون وهاي جي ونون. التفكيك لابد له من منهجيه، عملية التفكيك لابد لها من منهجيه، لازم نعرف منهجيه. شو معنى التفكيك؟ كيعطيني دالة اف تساوي كذا، أول حاجة نبدا بها هي الفرضية. نفرض أن الدالة اف تساوي اي رون في. شو نحف المنهجية كيف تبدا؟ دالة التفكيك تبدا بمنهجية، نفرض أنه بلي اف تساوي اي رون في. واش ندير؟ ندير مخطط تفكيك اكس الطريقة كيما هاذي، الطريقة هاذي، هذا يسمى بمخطط تفكيك. نكتب انا اف تساوي اي رون في، كما قال عليكم علمتهم اللي هي تقرا في تركيب اي، تسمى نكتب هنا في ونكتب هنا شكون هي اي. بون دابا اللي نديتها لك، دابا اللي نديتها لك بعد تحطها هنا تكتبها هنا، تعاود تكتبها هنا. انا واش تكتب؟ تكتب لي الدالة البنت، لكن فاهم كيف هذا الجو الدالة البنت. من بعد نرجع للصدر نكتب شكون هي في دي اكس، ونكتب شكون هي اي دي اكس. نعم هذه هي المنهجية كيف نديرو طريقة التفكيك. دوك هنا هذا المخطط على التفكيك، نعطيك ذوك القاعدة العامة كيف نديرو، كيف نلقاو البنت وكيف نلقاو الأم. كي تكون عندنا الدالة بأس، مثال اف تساوي مثال نجمة أس أن، مثلا أ في نجمة أس أن زائد بي. هنا تكون دائما البنت، ولا نقولوا الفرضية تاعنا، فرضنا أنه أف تساوي إي رون في. في تاعنا شكون هي؟ دائما هي واش كاين داخل أس، هي نجمة. و إي تاعنا واش هي؟ إي فوا نلقاو شكون هي نجمة، أه نحطوها هي إكس ونقربها، حترجع لي هي أ إكس أس أن زائد دي. البلي بلي ما فهمتوش مثال، هذا مش واضح القاعده هذه، عفوا مش واضحه، راح ندير عليها مثال. راح نشوفوا مثال. فرضا اعطانا اف دي اكس مثال تساوي مثال 3 في اكس ناقص 1 كم ربع مثال زائد 2. 3 في اكس ناقص 1 كم ربع زائد 2. وشو السؤال يقول لي؟ فكك الدالة اف الى مركب دالتين مرجعيتين. ايوا واش ندير الحل؟ واش ندير؟ نقولوا نفرض انه اف تساوي اي رون في، صحيح؟ ندير مخطط تاعي، ها المخطط اكس بالطريقه هذه بالشكل هذا. نكتب انا اف تساوي اي رون في، نكتب هنا في ونكتب هنا اي. ايه واش ندير؟ الدالة تاعنا كي تكون دالة أسية، الأحشاء البنت هي واش كاين؟ هي الأحشاء، هي واش كاين داخل الأس؟ ها هذه هي البنت تاعك، ها هي واش كاين داخل التربيع؟ هذه هي البنت. أنا قلت لك البنت دائما هي الأحشاء، إذا كان جذر نهزو واش كاين داخل الجذر، هذيك هي البنت. إذا كان كسر نهزو ما قال، بصح بشرط لازم يكون عدد البسط عدد، تمام؟ كنت نفهموا عليها. إذا كان كوسينوس ولا سينوس نهزو البنت هي الزاوية، وهكذا. كل واحد يديروا عليها مثال في موضوع. نبداو الساعة في مثال تاع الدالة الأسية، مربع ولا مكعب ولا هاي الطريقة، دائما نهزو البنت هي إكس ناقص واحد. وعيد علاه زيد إكس ناقص واحد هي بنت؟ قلنا هي واش كان داخل التربيع، عينيك في روحنا. هيك والمنهجية واش تقول لك؟ الدالة كل عاود تصبها كيف؟ ثلاثة في إكس ناقص واحد الكم مربع ماذا؟ زائد اثنين. انتبه مليح. دونك هنا بيت قصير، هنا راح نثبتوا شكون هي في إكس وشكون هي في إكس. تفهمنا بلي في الدالة البنت هي إكس ناقص واحد، ما كاينش نشوف. شو كيف نقول الأم؟ نحكمو نسبوها، البنت نسبوها. البنت شكون هي؟ هي إكس ناقص واحد، نسبوها مثلا بلون إكس، نحطو هذا كل هو إكس. نعاود نقرا واش تقراها؟ 3 إكس مربع زائد 2، هي هذه هي، هذه هي الأم، 3 إكس مربع زائد 2، 3 إكس مربع زائد 2، الطريقة هذه نقول بلي قلت درت التفكيك، هذا هو التفكيك. إذا التفكيك بواش بدا؟ بدا بالفرضية نفرض. اف تساوي اي رون في، نشفع على المخطط تاعي، المخطط يتحفظ هذا المخطط، ديريك هذا دائما يتحفظ الطريقة هذه، اكس ساهم
الطريقه هذه نكتب هنا اف تساوي اي او في، نكتب هنا في ونكتب هنا اي. هذا الشيء قدام يتحفظ. هنا واش تحط؟ هنا راه تحط البيت، هنا تحط تكتب المعطيات الداله اف ان ديتا كتصب هنا، مش الام الداله ان ديتا في تطبيقها. هذه حطيناها هنا مازال ما بديناش نخدمو، هذه هي المعطيات الداله الكبيره تاعك حتى انا من اجي يدوي. فاهمين البنت هي قلنا الاحشاء، كيفاش تلقى الام نسبه نحكم البنت نضع البنت تساوي اكس ونقراها 3 اكس مربع زائد 2 واحد باو. هذا مثال تاع داله قوسيه. شوفوا مثال تاع داله جبريه بنفس الطريقه. شوفوا مثال تاع داله جبريه، تبع معايا عزيزي طال ما تقطعش. نفس السؤال من اجل يعطيني مثلا الداله هذه اف اكس مثال تساوي 5 في جذر اكس ناقص 7 زائد 1 مثال داله يمشي هو السؤال يقول لي فكك. السؤال دوما هو فكك. باهو الحل واش بوش نضرب واش ندير؟ نعم نفرض انه اف تساوي اي رو في. ندير المخط تاعي المخط فهمني فيه الشيخ كيف ندير المخط. ها نكتب انا اف تساوي اي رو في. شكون هي البنت هذا؟ الداله الثانيه داله جذريه. البنت واش هي؟ هي واش كان داخل الجذر. هي البنت. اذا في الاسيه قلنا البنت هي واش كان داخل الاس في الجذريه. البنت هي واش كان داخل الجذر. اذا هي اكس ناقص 7. نكتب الساحه هنا في ونكتب هنا بي هي ومن الداله هذه بعد نصبها كاك كوبي كون ينزوها كاك بعد 5 في جذر اكس ناقص 7 هي زائد 1. إذا نفس الضرب شكون هي في دي إكس وشكون هي بي دي إكس؟ أروح معايا تعمل بلي في دي إكس هي إكس ناقص 7 ها نسبة نرجع للدالة تاعي ونلقى إكس ناقص 7 ها نحطها هي نقراها هي إكس كبيرة ولا إكس ولا إكس إكس كبيرة نقراها ترى 5 جذر إكس زائد 1 5 جذر إكس زائد 1 هذه هي الدالة تاعنا دالة التفكير تاعنا في و إي واضح. نشوف مثال على دالة كسرية. مثال على دالة كسرية انتبه مليح كل دالة وين ستيل تحت. الأسية تقول ما بين البنت هي واش كان داخل الأس. الجذرية تقول لك ما بين داخل الجذر هو البنت. نشوف مثال على دالة كسرية. نفس السؤال من أجل أف إكس ترفق مثلا تلاتة أو ناقص تلاتة على إكس زائد 2 زائد 1. السؤال دوم الفكك الحل واش ندير؟ نفرض أنو أف تساوي إي رو في المخط تاعي إكس. عزيزي طالب نحبك توالف بالطريقة توالف بها. نكتب أنا واش؟ أف تساوي إي رو في نعكسها في تجي من و إي تجي من. شوف مالي إي رو في بصح في هي اللي تجي في البداية و اي بس كذي تقرا في تركيب يو. واش قال لي الشيخ؟ انتبه عليه. هذه دالة كسرية. في الدالة الكسرية البنت هي المقام. البنت هي المقام بصح بشرط لازم يكون البسط عدد. استاذ اذا ما كانش البسط عدد، اذا ما كانش البسط عدد لازم دير التفكيك. المهم لازم ترجع البسط عدد. او يعاونك هو في السؤال الاول يقول لك اكتب مثلا اذا كان قال لك مثلا اكس اعطيك دالة اكس زائد 2 على اكس ناقص 5 مثلا ولا على اكس ناقص 1. يقول لك بين ان اوجد ا وبي حتى تكون اف تساوي اكس ناقص 1 مثلا زائد بي، ويعاونك هو في كتابة انه البسط يرد واش؟ يرد عدد. ما عاونكش دير انت طريقة التفكير. دير طريقة التفكير باش تفهموا مليح. في القصرية مش دائما هز المقام هو البيت بشرط لازم يكون البسط عدد. إذا واش تفهمنا؟ تفهمنا بلي الدالة القصرية كيكون البسط عدد البنت هي المقام، تسمى راح تكون هي اكس زائد 2. هذه نصبوها كما هي ناقص 3 على اكس زائد 2 زائد 1. هي الفصل شكون هي في اكس وشكون هي اي اكس. بسم الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. في اكس شكون هي؟ هي اكس زائد 2 هي نسبخها اكس زائد 2 نحطها هي اكس باللغه واحده نعاود نقراها تسمى ترجع هي ناقص 3 على اكس هي زائد 1. هذه هي الام هذه هي الام ديال النسبه. اي فوا نلقى البنت نحطها هي اكس ونعاود نقرا الداله تاعي هي نروحو لدالة الكوسينوس والسينوس. دالة الكوسينوس والسينوس دالة الكوسينوس والسينوس ساهلة نفس السؤال
من أجل الدالة f x مثلا تساوي cos 1 على x. الحل السؤال واش هو؟ فكيك دائما هو السؤال تاع التفكيك. الحل واش يقول؟ نفرض منهجيا انه f تساوي ايرو في المخطط تاعي، f تساوي ايرو في من في ومن في. شكون هي البنت في الثلاث الكوسينيس؟ الكوسينيس البنت هي شكون؟ هي الزاوية. شكون هي البنت؟ هي الزاوية. شكون هي؟ واحد على اكس. هذه صبوها كيما هذه كوس واحد على اكس. نفصل شكون هي في وشكون هي اي. في تفهمنا بلي واحد على اكس، نسبخها واحد على اكس نحطوها اكس كذا واش ترجع لي كوس اكس. خلاص فهمين؟ هذه الطريقة كيف نخدم، هذه هي الطريقة كيف نخدم. واضح؟ ايوا هنا عندنا حالة خاصة. هنا اليوم برك راح نتكلم على بعض الحالات الخاصة. كيف؟ حالة خاصة فرضا شو التطبيق؟ التطبيق بدنا نشوفوا حالة خاصة. إذا كتبت الدالة F بدلالة دالة مرجعية، وش نقول؟ البنت تصبح هي الدالة المرجعية نفسها. أيوا البنت ترجع هي الدالة المرجعية نفسها. نطرح السؤال كيف؟ كيف هذا؟ نعطيك مثال عزيزي طالب. يعطيك مثلا اف دي اكس تساوي 2 اكس مربع ناقص 5. السؤال واش هو؟ فكيك ذا السؤال. الحل تبع هنا دائما نقولوا نفرض انه اف تساوي اي رون في عالي. دير المخطط تاعي عالي تساوي اي رضي. ديك الناس السؤال مطروح شكون هي البنت؟ بعض الطلبه يقول لك يا استاذ انت قلت لي بالبنت هي واش كانت داخل الطبيعه اسمها هي اكس. لا، لاحظ بلي هنا دخلنا في الملاحظه الحاله الخاصه. اذا كانت داله اف اذا كانت داله اف كتبت عفوا كنت اذا نعم اذا كتبت داله اف بدلاله داله ماذا؟ مرجعيه. لاحظ بلي اف تاعك بدلاله ماذا؟ دالة مرجعية. إكس مربع واش فيها؟ راهي دالة مرجعية. هي واش يقول لك هنا؟ قاعدة تقول يقول لك بلي البنت تصبح هي الدالة المرجعية نفسها. تسمى البنت هنا ما نسواش إكس، نسوا هي إكس مربع. إذا الفي هنا راح تكون هي إكس مربع. واضح؟ عاود نقول تكون الدالة كيما هي 2 إكس مربع ناقص 5. لاحظ شكون هي الدالة في وإي درك؟ هنا حالة خاصة. دابا التفكيك لازم نفهم مليح الدرس، هذا هو الدرس الدقيق تاع التفكيك. هذا هو الدرس الدقيق تاع التفكيك. كيفاش؟ شكون هي في دي اكس وشكون هي اي دي اكس تساوي فهمنا بلي في دي اكس هي اكس مربع. وكان الاستاذ كي نلقى اون فوا نلقى البنت خلاص نسبخها تسمى اكس مربع هذا نحطوها هي اكس. واش تقرا لي؟ تقرا 2 اكس ناقص 5. هذه دالة مرجعية وهذه دالة مرجعية. تمام واضح؟ نشوفوا مثال واحد اخر باش نفهموا مليح. نشوفوا مثال ثاني يعطيني مثلا اف اكس مثال تساوي 5 جذر اكس زائد 2. يقول لي فكك السؤال، فكك الحل. نفرض انه دالة اف تساوي ايرو المخطط تاعي. انتبه مليح من ال زي ومن ال اي واش ندير؟ لاحظ 5 جذر اكس زائد 2 جذر اكس واش بها؟ دالة مرجعية. تمام؟ هناك فرق بين الكتابة هذه 5 جذر اكس زائد 2 مثلا الكتابة هذه 5 جذر اذا اكس ناقص 2 زائد 7 مثلا. نلاحظ جذر اكس ناقص 2 ماهيش دالة مرجعية. احنا الدالة المرجعية لقيناها قبيل في الدرس وجهين هي جذر اكس راه دالة مرجعية. اكس مربع جذر اكس 1 على اكس القيمة المطلقة لاكس كوس اكس سينوس اكس اكس مكعب. هذا كي نلقاهم كلهم دوام مرجعيات. نحبس
كي نلقى بلي الدره تاعها تكتبت بوحده منها واش نديرو؟ البنت هي هي فهمين؟ ما نسوش الاحشاء، ما نقولش البنت هي اكس، نهزو البنت ككل هي شكون؟ هي جن اكس، هذه كل هي بنت، يعني هي جن اكس فهمين؟ نجي نقولها نسبوها كما هي، خمسه جن اكس زي اثنين، انا مازال ما درتش الام حتى نهار فهمين؟ شكون هي في وشكون هي في اي؟ نبدا دائما بالبنت في، بعد نروح الام في تفهمها بلي هي شكون؟ هي جذر اكس نسبخها، جذر اكس هذه نحطوها بلي اكس كبيره، سمو ترجع لها 5 اكس زي اثنين خلاص، هذه هي البنت وهذه هي الام فهمين؟ واضح. نزيد نشوفوا مثال اخير باش نوضحوا كاع الحاله الخاصه. نزيد نشوفوا مثال اخير، يعطينا مثلا دالة اف نفس السؤال، من اجل اف تساوي اف اكس تساوي مثال 3 على اكس ناقص 7، نفس الطريقة السؤال واش يقولنا؟ فكك الحل فرضية نظرة انو اف تساوي اي روم في، ندير المخط تاعي، بعض الاساتذة ما يديروش المخط ما كانش مشكل بصح في الباكالوريا احسن ان يدير المخط منهجية في مخط. بون شكون هي اي؟ شكون هي في؟ هنا التلميذ الذكي واش يدير؟ 3 على اكس واش نجم نكتبها؟ نجم نكتبوها 3 في 1 على اكس، صح ولا؟ إذا كانت 3 على اكس نجم نكتبوها 3 في 1 على اكس، إذا نهزوا 1 على اكس هي البنت، هذه تكتب كما هي 3 على اكس ناقص 7، إذا اي شكون فهمنا بلي هي البنت هي 1 على اكس، إذا هذه نسبوها ترجع لها اكس كبيرة و اكس كروند اكس، باش نقراوها 3 اكس ناقص 7، باش ما نكتبوهاش 3 اكس كبيرة نكتبوها 3 اكس ناقص 7 عادي، فهمنا؟ إذا أعيد، هي كانت 3 على اكس، كانت 3 على اكس ناقص 7، كيفاش نكتبو 3 على اكس ناقص 7؟ نكتبوها 3، 3 نقولها تزيد شوية جاي، في 1 على اكس ناقص 7، ها كون تضرب 3 في 1 على اكس تلقى 3 على اكس، هذه 1 على اكس هي البنت، هي 1 على اكس 3، درنا مرجعية، ها؟ هذه كي نسبوها نحطوها نضعوها بإكس باش تقرا هذه 3 إيه 3 إكس ناقص 7 فهمت؟ نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن أخطأت فمن نفسي ومن أصرت وإن أصرت فمن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.